جمعية ميدال هي جمعية تأسست سنة 2005، بنشتغل بمنطقة الجنوب وجزين والبقاع، وهيدي الجمعية كان تأسيسها حركة أو نقلة نوعية للعمل الاجتماعي والتنموي بالمنطقة، لأن كان تأسيسها على أيدي خبراء ومختصين بمجال التنمية والحقوقيين ودكاترة الجامعات. جمعية ميدال بتعني مبادرات متوسطية للتنمية والريادة، وهي جزء من شبكة محلية ودولية أورو متوسطية بتضم جمعيات وبلديات من حوض البحر المتوسط، وكنا عم نركز دايما بشغلنا على الفئات المهمشة وخاصة النساء والفتيات. خلال عملنا قمنا بتأسيس مركز لتمكين المرأة بمنطقة الجنوب، نشتغل على دعم المساواة بين الجنسين ودعم مشاركة المرأة السياسية والاقتصادية من خلال برامجنا، ومن خلال تطوير السياسات ونبذ التمييز ومناهضة العنف ضد المرأة. عندنا برامج متخصصة لتمكين المرأة، كذلك الأمر بنقدم منح تعليمية لزيادة نسبة الفتيات المتعلمات بالمناطق المهمشة، وعندنا برامج التدريب المهني.